بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأول ما أبدأ به أن أحمد الله تبارك وتعالى الذي لا إله إلا هو إليكم تعالى وتقدس سبحانه وتعالى، وأشكره جل وعلا على نعمه التي هي علينا تترى، وعلى آلائه التي لا نحصي لها عدًا ولا حصرًا. ثم إني بعد ذلك أتوجه بالشكر الجزيل والثناء الجميل على القائمين على هذه الدورة المباركة، على هذه الدورة النافعة والدروس الماتعة، وفي هذه المواضيع الرائعة. والشكر موصول كذلك إلى كل المشايخ الفضلاء وأهل العلم النبلاء الذين شنفوا الأسماع بما حبروه من النصائح الأسرية والطرق التربوية وما قرروه من سلوكات مرضية ومناهج للأدب نفعية. وكما يعلم الجميع، عنوان المحاضرة أثر ألفاظ المخاطبة في الأسرة. أيها الإخوة الكرام، الكلمة أثرها عظيم وثقلها معتبر، سواء في الأسماع أو في القلوب. والله جل وعلا يقول في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول جل وعلا مبينا وممتنا على آلة الكلام: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وقال جل وعلا لنبيه موسى ولنبيه هارون أيضا لما أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالقول اللين له أثر في التذكر وخشية الله جل وعلا، ويدل على أثر الكلمة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال هي من رضوان الله تبلغ عنده تبلغ به عند الله، أي مبلغا عظيما. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة هي من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا لأثر الكلمة لما قالت عائشة وقد ذكرت صفية بين عندها، قالت: حسبك
من صفية كذا وكذا. قال راوي الحديث تشير إلى قصرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. كلمة واحدة. فهذا يدل على أن الكلمة أثرها عظيم وقعا في الأسماع وفي القلوب. وإذ نقول الكلمة فهي تشمل أنواعا كثيرة، ومن ذلك ألفاظ الخطاب التي يتخاطب بها الناس، وبصورة أدق ما يتخاطب به أفراد الأسرة. ومن ثم جاء هذا الموضوع المهم حسب رأيي، ألا وهو ألفاظ المخاطبة بين أفراد الأسرة وأثر ذلك على الأسرة نفسها، بل وحتى على غيرها. أما المراد بالموضوع فالأثر كما يقول أهل العلم بقية الشيء، ما يتركه الشيء خلفه، ومن ذلك يقال أثر المسير، أي ما يخلفه السائر الماشي خلفه من وقع أقدامه. والألفاظ المراد بها ألفاظ الخطاب، ما يتنادى به أفراد الأسرة ويتكلمون به فيما بينهم. وعليه فالمقصود من المحاضرة التي سنتذاكر ونتدارسها الكلمات التي يتخاطب بها أفراد الأسرة فيما بينهم، ويتنادون بها ويخاطب ويكلم بها بعضهم بعضا، وما تتركه تلك الألفاظ الخطابية من بقية في النفوس وفي القلوب في الأسرة خاصة، ولها أيضا أثر خارج الأسرة. هذا هو حقيقة الموضوع، ويمكن أن نبين أهميته في ثلاث نقاط أو نقطتين، وثالثها تتمة. أما النقطة الأولى فما أشرنا إليه سابقا من أهمية الكلمة، وأن لها الأثر العظيم، ولا يمكن لأفراد الأسرة أن يتواصلوا فيما بينهم إلا بألفاظ المخاطبة، فلا تنفك علاقتهم وتعاملاتهم من هذه الألفاظ. والنقطة الثانية التي تدل على أهمية الموضوع أن جميع من حاضر، من سبق وأن حاضر إلى آخر محاضرة سمعتموها، هذه المحاضرات للمشايخ الفضلاء الكرماء لا تنفك عن ذكر طرق التواصل بين أفراد الأسرة، وهذا التواصل لا بد أن يكون فيه من ألفاظ يتخاطبون بها. هذه الألفاظ هي التي نقصد كيف تكون وما لها من أثر إما حسن وإما قبيح، هذا يدل على أهمية الموضوع. والنقطة الثالثة في الحقيقة هي من نباهة إمام المسجد والقائمين على هذه الدورة وفطنتهم، فجعلوا عنوان هذه المحاضرة هي خاتمة الدورة، ولعلها تكون لها كالختم إن شاء الله تعالى. إلا أن آخر الشيء في الغالب يأتي على الناس ثقيلا، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله علي وعليكم خفيفا. تعلمون جميعا بارك الله فيكم أن ما يتخاطب به الناس وما يتنادون به فيما بينهم إما يكون اسما أو لقبا أو كنية أو نسبا، كما قال الناظم اسما أتى وكنية ونسبا. وهذا الذي استقر عند العرب أن يتخاطبوا به فيما بينهم، اسم أو كنية أو نسب أو لقب. فالاسم ما يطلق على المولود عند ولادته، والكنية على الصحيح بالغالب ما يصدر بأم أو أب، أبو فلان وأم فلان كنية. والنسب إضافته إلى شيء إما بلد وإما حرفة وإما صناعة أو غير ذلك.
واللقب ما أشعر بذم أو مدح. وهذا مستقر عند العرب ولا يزال إلى دنيا الناس. ومما استقر عند العرب أنهم يفاضلون بين هذه، لهذا يرون الكنية أفضل. لذلك قال الناظم: اسما أتى وكنية ونسبا وأخيرا ذا إن سواه صاحبا. فالكنية تقدم واللقب يؤخر. وعادة العرب أنهم إذا أرادوا إكرام شخص كنوه، وإذا أرادوا ذمه ومذمته ونقيصته لقبوه. ولهذا قال الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب. وهذا مستقر إلى دنيا الناس الآن. فإذا أراد شخص أن يكرم آخر ناداه بأحب ما ينادى به، وإذا أراد ذمه ناداه بما يبغضه أو يكرهه. ومثل ذلك أيضا قد نجده بين أفراد الأسرة، وذلك ظاهر جليا للناس. ومن هنا نضطر إلى إشارة وإن كان خفيفة مختصرة حول موضوع غاية في الأهمية له علاقة بما نريد، ألا وهو موضوع اختيار الأسماء سواء للذكور وسواء للإناث. فالاسم هو أول ما يواجه به المولود عند خروجه إلى دنيا الناس، والاسم هو أول ما يميز به المولود عن بني جنسه، وهو أول ما يسجل به في ديوان الأمة. والاسم كالعنوان للمولود وكالوعاء له، ومن خلال الاسم ودلالته قد تقوم المولود بل والوالد بل والبيئة التي يعني ينتسب إليها. والغالب تجد هناك مناسبة بين الاسم والمسمى، كما تجد تناسبا كبيرا بين اللقب والملقب. ولذلك قيل: الألقاب تنزل من السماء، لما فيها من تناسب بين اللقب والملقب. وقيل كذلك: مسمى لكل مسمى نصيب من اسمه. وقيل: من اسمك أعرف أباك. ولذلك قال الشاعر: وقل إن أبصرت وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب، إلا ومعناه في اسم منه أو لقب. إذا أبصرت عيناك ذا لقب، إلا ومعناه في اسم منه أو لقب. فالاسم له نصيب من صاحبه، واللقب له نصيب من صاحبه. ولهذا قيل: الأسماء قوالب للمعاني وتدل عليها. وقيل: المعنى يؤخذ من المبنى، فالمبنى هو الاسم بحروفه وألفاظه، والمعنى يؤخذ منه. وقيل: في الاسم أيضا هو كالثوب، إذا قصر شان وإذا طال شان. وقال ابن القيم: أكثر السفلة أسماؤهم تناسبهم، وأكثر الشرفاء والعلية أسماؤهم تناسبهم. وأحيانا قد ترى الشخص فمن ملامحه وحركاته وتصرفاته تتخيل له اسما معينا، لما يقع في النفوس من التناسب بين الاسم وصاحبه. وهذا يدل على أن الأسماء لها تأثيرات في المسميات، إما حسنا وقبحا، وإما خفة وثقلا، وإما لطافة وكثافة. ولذلك قال الماوردي رحمه الله: فإذا ولد المولود
فإن من أول كراماته وبره به أن يحليه باسم حسن وكنية لطيفة شريفة، فإن للاسم الحسن موقعا في النفوس مع أول سماعه. بل إن أثر الاسم ليس فقط على الولد أو الوالد، بل قد يكون أثره حتى على الأمة ومن هو في وسطهم، فيعرف بذلك سلوكات هؤلاء وأخلاق هؤلاء، ويعطي الاسم الذي يكون في وسط ما رؤية واضحة على مدى تأثر الأمة بمقوماتها أو بمناهج غيرها. ولذلك يقول أهل العلم أن الاسم أو حسن اختيار الاسم يدل على مدى الارتباط بالشرع ومدى سلامة الفكر من التأثيرات الأجنبية، كما يعتبر الاسم كذلك رمزا يعبر على هوية من اختار هذا الاسم وعلى ثقافته والمنهج الذي يرتبط ويتعلق به. ولذلك قال أهل العلم اختيار الأسماء ينبغي أن يكون من أهل طبقتك ومن أهل قبيلتك، لأنه يدل على الارتباط الأسري والالتحام العائلي، كما ينبغي للاسم أيضا أن يكون له مراعاة للعقائد والدين حتى يدل على الارتباط العقدي والدين. فإذا هنا أمر مهم، وهو أن اختيار الأسماء لأن به سيقع التخاطب بين أفراد الأسرة أمر مهم، ذلك أن الاسم يظل مصاحبا لصاحبه ولحامله طول عمره، وتستقر المنادات به عند الناس. فإن كان الاسم حسنا جميلا فلا شك أن أثره يكون على نفس صاحبه عظيما، فيظل صاحب الاسم دائما يكن التقدير والاحترام والتبجيل الجميل الجليل لوالديه. ولعل صاحب الاسم متى نودي بهذا الاسم الحسن الجميل إلا ويتبادر إلى نفسه شعور وإحساس بالشكر والإكرام لوالديه، بل تتشبع نفسه بالعزة والكرامة. وفي المقابل إذا رأى الوالد في ولده ذلك الإحساس أيضا غمر الوالد السرور والفرح والبهجة. والعكس بالعكس، إذا كان في الاسم قبح أو ذم فمتى نودي به صاحبه وقع له إحساس بالمذمة والنقيصة، فيتذمر من والديه ويحس دائما بتجاههم بالتفريط في حقه، خاصة إذا كانت أسماء إخوته وأخواته على خلاف حاله. ولا بد أن نعلم أن قضية الأسماء أمر مطلوب شرعا، يتعين على الوالدين أو على الأب اختيار الاسم الجائز شرعا، لأن هناك أسماء ممنوعة شرعا، وقد ذكر لذلك العلماء ضوابط. فمما يمنع شرعا ما كان من الأسماء فيه شرك وكفر، كالتعبيد لغير الله عبد علي أو عبد حسن أو عبد محمد، أن يعبد لغير الله هذا منهي عنه شرعا، أو أن يكون في الاسم مبالغة في المدح أو مبالغة في الذم والقبح، أو أن يكون هذا الاسم مما اختص به أهل الكفر خاصة إذا كان فيه معنى قبيح. وذكر بعض العلماء أن لضابط الأسماء المشروعة أن يكون عربيا ليس أعجميا أو مولدا، وأن يكون فيه حسن المعنى، هذان ضابطان يتفرع عنهما الكثير من الأسماء. فلا بد من الحذر من الأسماء المحرمة والممنوعة لأثرها
لما لها من الأثر القبيح. ومن طريف ما ذكره ودقيق ما ذكره بعض أهل العلم أن المعاصي إذا تاب منها صاحبها انقطع سوء أثرها. وأما ولكن هناك معصية قد تتسلسل في الأصلاب وتنتقل إلى الأحفاد من الأجداد، والتوبة منها تحتاج إلى مشوار طويل، وهذا إنما هو في معصية الاسم إذا كان اسما قبيحا مذموما ممنوعا شرعا. فالاسم يسجل في الوثائق من حين الولادة إلى ما شاء الله، ويدون في كل وثيقة، ويظل مصاحبا لحامله، وهذا يدل على الأثر السيء للأسماء. ولذلك كان من السنة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة، كما في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن، رواه الترمذي. وكان إذا سمع اسما قبيحا غيره، فمر على قرية يقال لها عفرة فسماها خضرة، رواه الطبراني في معجمه الأوسط. وفي حديث آخر كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل وله اسم لا يحبه حوله، ولما علم باسم امرأة برة قال لا تزكوا أنفسكم فإن الله هو أعلم بالبرة منكن والفاجرة سميها زينب. وكان اسم زينب برة أيضا، فقيل تزكي نفسها فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب. وكانت جويرية كان اسمها زينب فحوله النبي صلى الله عليه وسلم وسماها جويرية. وكان يكره أن يقال خرج من عند برة، هذا وجه الكراهة، أين كنت عند برة، وخرج من عند برة، وبر معنى سليم ومعنى فيه مدح، خرج من البر. فلاحظ هذا المعنى دل على أن الأسماء لها أثر. وغير اسم عاصية فقال أنت جميلة، وغير اسم حزن فقال أنت سهم، وذكر له رجل باسم شهاب فقال أنت هشام، وجاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أنت؟ قالت جثامة المزنية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت حسانة المزنية، ثم قال كيف أنتم وكيف حالكم وكيف كنتم بعدنا؟ قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فانبسط لها. لما خرجت قالت عائشة يا رسول الله عجوز تقبل عليها هذا الإقبال؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنها كانت تأتينا زمن خديجة وحسن العهد من الإيمان، وحسن العهد من الإيمان. يقول الإمام الطبري رحمه الله فيما يتعلق بالأسماء وأثرها: لا ينبغي التسمية باسم قبيح المعنى، ولا باسم يقتضي التزكية له، ولا باسم معناه السب، ولو كانت الأسماء إنما هي أعلام للأشخاص. يعني الاسم علم للشخص، لا يلزم بالضرورة أن يدل على هذا الوصف. لذلك يقول العلماء هنا في مسألة عقدية، يقولون أسماء الله أعلام وأوصاف، كذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف. ما معنى؟ يعني أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار المعاني. فالله جل وعلا السميع، السميع علم أن يدل على ذات الله، ووصف أن يدل على وصف الله بالسمع. فالأسماء في حق الناس لا يلزم بالضرورة أن تكون أوصاف، وإن كان قد يكون بينهما تناسب. قال ولا يقصد بها حقيقة الصفة، ولكن وجه الكراهة أن يسمع السامع بالاسم فيظن أنه صفة للمسمى. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم
يحول الاسم إلى ما إذا دعي به صاحبه كان صدقا، كان صدقا. فإذا هذا يدل على أن الشريعة اهتمت بضابط الأسماء لما لها من أثر، وبها يقع التخاطب بين أفراد الأسرة. ومن باب الفائدة، لما جاء ذكر حسانة رضي الله تعالى عنها، الشيخ الألباني رحمه الله خرج الحديث في سلسلته الصحيحة وثبته وصححه، ثم قال رحمه الله وذكر أن الحامل له على هذا البحث أنه ولدت له ابنته، فوقع بصره وهو يبحث لها عن اسم على هذا الاسم حسانة، فأراد أن يتثبت من ثبوت الحديث فانتهى إلى تصحيحه، فسمى ابنته بماذا؟ بحسانة. وقال رحمه الله وأسأله تعالى أن يجعلها من المؤمنات الصالحات والعابدات العالمات السعيدات في الدنيا والآخرة. أقول وقد كان لدعاء الشيخ رحمه الله بابا مفتوحا فاستجيب له هذا الدعاء، فكانت حسانة وأختها أيضا مثلها سكينة كلاهما كانتا من حافظات كتاب الله تعالى والمجودات له، وهن من المتقنات لكتاب الله تعالى، وقد مارستا تحفيظ القرآن وتدريس القرآن لزمن حتى انتهيتا إلى أن كتبتا كتابا سمياه بالدليل إلى تعليم كتاب الله الجليل، تأليف حسانة وسكينة بنتا محمد بن ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى على الجميع، وقد توفيتا رحمة الله تعالى عليهما. وهذا من أثر هذا الاسم الحسن الذي اختاره الشيخ وما كان له من أثر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مثل هذا في أولادنا ذكورا وإناثا. فإذا تبين هذا فوجه علاقة هذه المسألة بموضوع المحاضرة أن هذه الأسماء يقع بها المخاطبة بين أفراد الأسرة ويقع بها التنادي، فإذا كانت حسنة كان أثرها حسنا، وإذا كانت قبيحة كان الأثر قبيحا. فالاسم الحسن من نودي به وجد في نفسه أثرا حسنا، لأن حسن الاسم يقع منه الحسن في السمع وفي الشعور وفي القلب. وانتبه لما تنادي ولدك بالأسماء الطيبة التي على رأسها ما عبد لله جل وعلا، كعبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الرحيم وعبد الملك وعبد المليك وغيرها، والأسماء الأخرى الحسنة، انتبه وأنت تنادي ولدك بها سواء كان في حالة توافق معه أو وقوع شيء منك عليه من غضب أو نحو ذلك، تنادي ابنك بالاسم الحسن، تقول يا أحمد ويا أسد ويا شاكر ويا فراس ويا عفيف ويا فهد ويا كاتب ويا قاصد ويا ناجح ويا قانع ويا ناجي ويا ناصح ويا واصل أو يا واثق أو يا وجيه أو يا ناصر ونحو ذلك من الأسماء. ما هو وقعها سواء كان في حالة المخاطبة حال رضا أو غيره؟ لا شك ولا ريب أن أثرها يكون عظيما جدا، والعكس بالعكس، إذا كان الاسم القبيح كان الاسم قبيحا، وخاصة إذا كان في حالة غضب بينك وبينه ثم تناديه به، فكيف يكون إحساسه أو كانت المنادات به أمام الناس وفي حالة يجد في نفسه عليك لسوء معاملتك ونحو ذلك؟
لا شك ولا ريب أن الأثر يكون عظيما. ولهذا لا بد أن ننتبه إلى هذا وهو منطلق هذه المحاضرة، وهو اختيار الأسماء وضابطه الشرعي ودلالاته الشرعية وحيزه الشرعي قد ذكرناه لكم مما أوردناه من النصوص. ثم نرجع أيضا إلى ألفاظ المخاطبة الأخرى التي تقع بين أفراد الأسرة، سواء من الوالدين للأولاد أو من الأولاد للوالدين، وسواء أيضا بين الزوجين. الواجب والمستحسن شرعا والأدب الشرعي انتقاء هذه الألفاظ، انتقاء هذه الألفاظ، لأن لها الأثر العظيم عند التخاطب، وقد أشرنا إلى بعض تلك الآثار. فالمخاطبة باللفظ الحسن أثرها حسن، والمخاطبة باللفظ السيء أثرها سيء. وحتى لا نكثر من الكلام لنأتي بنماذج من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها ذكر بعض أنواع المخاطبة بين الوالد وأولاده، أو بين الأولاد والوالد، أو بين الزوجين، مما ورد في الكتاب والسنة. ولنبدأ أولا بما ينبغي أن يبدأ به، وهو خطاب الوالد للأولاد، لأن يعني الوالد له فهم ووزن ورزانة وخبرة وتجربة ومعاشرة ومعايشة لأحوال، فينبغي أن يكون أضبط في مخاطبة أفراد أسرته بما يترتب عليه الأثر الحسن. في كتاب الله جل وعلا جاء ذكر مخاطبة الوالد لأولاده بلفظ يا بني، وهذا في مواضع كثيرة. ومن ذلك في سورة هود في قصة نوح مع ابنه، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هذا المقام في هذه السورة هو مقام إرشاد ومقام نصح ومقام رفق ومقام تحذير وتهديد ووعيد، لأن ابن نوح كما جاء في الآية وكان في معزل، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا، كان في معزل في انفراد، انفراد عن أبيه في الإيمان، لم يؤمن به، لم يؤمن برسالته، انفراد عنه، لم يصدقه في أن الطوفان سيقع، لم يصدقه في أنه سيغرق، كان في انفراد، كان في معزل، ومع ذلك خاطبه والده بهذا الخطاب يا بني، تصغير ابن يا بني، شفقة عليه ورحمة وتحننا وتعطفا. وتصغير الاسم له دلالات، كما يقول أهل اللغة تصغير مخاطبة الكبير بما فيه معنى الصغر دليل على رأفة المخاطب ورحمة المخاطب، وأنه يراعي لك المصلحة وغير ذلك. فلننتبه إلى هذا المعنى أيها الآباء وأيتها الأمهات، عند إرشاد الأولاد، عند نصح الأولاد، عند تحذير الأولاد، عند التوعد، عند تهديد الأولاد، اختر الألفاظ، اختر الألفاظ، فإن لها أثرا عظيما، سواء نصحت وأرشدت أو توعدت وحذرت. فاختيارك للألفاظ يدل على الشفقة وعلى الرفق وعلى الرحمة بهم، ويكون لذلك الأثر العظيم. ولا أعظم من مثل هذا المقام، الابن كان في معزل، قال العلماء كان على الكفر، فناداه أبوه بهذا يا بني. فإذا إذا ناديت ابنك أو ابنتك ولو في مقام تقع منه المخالفة الشرعية،
ترك صلاة، تكسل في صلاة، فرط في صلاة، فرط في لباس، فرط في كلام، فرط في معاملة، أساء في أمر، ظهرت منه أشياء، بدأ منه شيء من انحراف، خالف في أمر، لابد من الرفق، لابد من الرحمة، لابد من الشفقة. ويظهر أثر ذلك في أمور كثيرة. خصصنا الموضوع بالألفاظ، اختر له أحسن الألفاظ وكلمه بها وناده بها ولو كان في مثل هذا المقام. فإذا هنا قال يا بني، وهنا تنبيه عظيم لضرورة الاهتمام والشفقة بالأولاد في الخطاب. فنوح دعا ربه، هنا أمر عظيم جدا يدل على أنه لا بد من اللطف والتلطف في التخاطب. نوح عليه الصلاة والسلام ماذا قال بعد أن أعياه قومه في دعوته؟ لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني من أعظم قصص الدعوة دعوة نوح عليه الصلاة والسلام. ما ترك سبيلا إلا ودعا قومه. قال ماذا؟ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وجنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. طالت دعوته لقومه، فقال في آخرها ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ولما رأى ابنه قد أدركه الغرض ماذا قال؟ ونادى نوح ابنه فقال رب إن ابني، فقال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. وجه العلماء هذه الآية مع غيرها توجيهات، قالوا منها حمله شفقة الأبوة على هذا النداء في مثل هذا الأمر، مع أنه دعا على الكفار بأن لا يبقى منهم أحد، لكن شفقة الأبوة دائما حاضرة وخاصة في لفظ الخطاب والتخاطب. كذلك في سورة يوسف ماذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام لابنه؟ يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وهذا المقام مقام نصح، واستعمل فيه يعقوب النداء مع أن ابنه كان قريبا، قال يا بني كما في قصة نوح. قالوا استعمل الخطاب للحاضر إشارة إلى ماذا؟ إلى أهمية ما يقوله له وإلى شدة عنايته به والتحبب والشفقة عليه. وأنزل الكبير منزلة الصغير، لأن من شأن الصغير أن يحب وأن يشفق عليه. وهذا يا بني كناية على أنه محض له النصيحة، محض له النصيحة. ولا تقل هذه لفظة، ما أثرها؟ أثرها يدوم، لأن الولد سيغيب عنه وينفصل في دقائق، وتطول مخاطبتك له بهذه الألفاظ وسيتذكر ويفكر ويكون له الأثر النفعي إما آنا وإما يش وإما مآلا. فكذلك ينبغي أن تكون المخاطبة في مقام النصح. إذا جئت لتنصح لا تنصح على هيئة أنك على هيئة المتعالي والكبير والذي رأيك هو، لا بد من لطف وحسن خطاب حتى في مقام النصيحة. تختار الألفاظ الجميلة الرائعة التي يحس فيها الابن أو البنت حب الوالدين.
وحنان الوالدين ورحمتهم وشفقتهم، وأنهم في النصيحة هذه يخلصون وهم صادقون وهم يمحضونها لهم، خاصة في هذا الزمن. وقد سبقت المحاضرات التي أفاد فيها المشايخ الفضلاء الكثير من الأشياء والتي قد يكون فيها الولد يرى أنه يفهم أحسن منك ويدقق أحسن منك، فلا بد من حسن الخطاب. كل هذا يترك كما ذكرت بقية نفعية في أذن السامع وقلب المستمع وفي روح المتلقي. الآية الأخرى في سورة لقمان قال: وإذ قال لقمان ابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لأكبر عظيم. ثم قال: يا بني إن أتكم مثقال حبة من خردل فتكن في صفرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. الآيات. فنجد هنا في مقام الوعظ بالزجر المقترن بالتخويف، ومع ذلك افتتحها لقمان في وصيته ونصيحته ووعظه بهذا اللفظ: يا بني، واستعمل التصغير تنزيلا للكبير منزلة الصغير كناية عن الشفقة والتحبب. وفي هذا المقام مقام الوعظ والنصح يومي إلى أنه لا بد أن تمحض النصيحة للولد وتظهر الحب له وإرادة الخير، وأثره أنه يحثه على الامتثال لهذه الموعظة. ومثل ذلك في قوله تعالى، في قول إبراهيم لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال العلماء هنا لم يؤامره في أمر الله، وإنما هي مشاورة، شاوره ليعلم صبر ابنه على أمر الله تبارك وتعالى. وكانت المخاطبة أيضا بهذا اللفظ الذي سبق ذكر ما يدل عليه، والأثر في الاستجابة عظيم، إما آنا وإما في المآن. وكذلك من الألفاظ الأخرى كثيرة مخاطبة الوالد لأبنائه، كما في قوله تعالى: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، قول يعقوب لأبنائه: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا في مقام الوصية. وفي قوله جل وعلا في سورة يوسف: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وفي الآية الأخرى: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. فالمخاطبة هنا بوصف البنوة من باب الترقيق والتلطف، فيكون ذلك أدفع لامتثال أمر الله تبارك وتعالى، مع أنه بدا من إخوة يوسف ما بدا منهم مع أخيه. وهذه الآيات والمخاطبات قبل أن قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. فقال وخاطبهم: يا بني، خاطبهم بلفظ البنوة تدل على رحمة وشفقة، وفيه حث لهم على الامتثال والرجوع إلى أمر الله تبارك وتعالى. هذه بعض النماذج من مخاطبة الوالد لأولاده في القرآن الكريم. ومثل أيضا مخاطبة الولد لأبيه، وبعض النماذج من ذلك في سورة يوسف، لما قال يوسف: يا أبت، قال: وإذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وفي آخر السورة قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وفي سورة مريم يقول إبراهيم لأبيه مكررا اللفظ: يا أبت. وإذ قال إبراهيم لأبيه: يا أبت لا تعبد الشرك، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهديك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وفي سورة القصص تخاطب البنت أباها، قالت إحداهما: يا أبت استأجره إن خيرا استأجرت القوي الأمين. وفي سورة الصفات يخاطب
إسماعيل على الصحيح أباه إبراهيم: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ففي القصة الأولى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، خاطب يوسف أباه: يا أبت، إشارة إلى استجلاب اهتمام أبيه وأنه سيولد كلاما مهما ويظهر حاجته لأبيه وأنه يحتاج إلى عناية أبيه به واهتمام به بشأنه لأبيه بشأنه، وأنه سيولد كلاما يشغل باله، فيخاطب أباه بهذه العبارة، وهذا يكون له أثر عظيم في اهتمام الوالد أو الوالدة بالولد، ويقبل الوالد أو الوالدة على الاهتمام بالولد والعناية به والرعاية. هكذا ينبغي الولد أن يخاطب أباه وأن يخاطب أمه: يا أمه، يا أمتاه. والبنت تخاطب أباها وأمها بألفاظ فيها ما يظهر حاجة الابن والبنت لوالديها. ومثلها أيضا في الموضع الثاني قال: يا أبت هذا تصديق رؤيا، وكأنه يقول يعني يذكر هذه العبارة ما فيها من اللطف والحاجة والرعاية، إشارة إلى اطمئنانه بما أشار عليه به أبوه من قبل. وأما في قصة إبراهيم فتكرر لفظ يا أبت يا أب 4 مرات. ومثله في قصة لقمان مع ابنه: يا بني يا بني يا بني، 3 مرات، بخلاف قصة نوح مع ابنه: يا بني، مرة واحدة. قال العلماء: لضيق المقام في ذلك، ونادى نوح ابنه وكان في منزله: يا بني اركب معنا، لأنه المقام مقام ضيق. فناداه هذه المرات 4، وذلك يقتضي أن يقبل منه هذه الموعظة، وإن كان قد يقال كما يقول علماء البلاغة فيه إطناب، لكن هذا إطناب، إطناب في موضعه كما يقول البلاغيون، له فائدة بل عظيمة وأثرها كبير، وأثرها كبير. وهنا كلام ذكره نقله العلامة محمد طه بن عاشور عن بعض مشايخه وهو من أجداده، قال: ذكر جده الوزير في هذه القصة، وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام علم أن في طبع أهل الجهل أنهم يحتقرون الصغير ولو بلغ حاله ما بلغ، خاصة إذا كان من الابن مع أبيه، ولذلك توجه إلى أبيه بهذا الخطاب بوصف الأبوة إيماء إلى أنه يخلص له النصيحة، وأنه ألقى إليه الحجة التي تبين فساد عبادته وأنه مخطئ في عمله، وأنه مخطئ في عمله. ولذلك أورد هذه الألفاظ والعبارات لأبيه بصورة الاستفهام: يا أبتي، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ صورة استفهام، كأنه ينبئه إلى خطأ عمله ولم يشدد عليه: وأنت مخطئ أو ضال أو منحرف أو كافر أو عاصي أو فاسق، كما قد يفعله بعض الأولاد ذكورا أو إناثا مع والديه، يريد أن ينصحه في أمر من أمور الدين. لا بد من اختيار الألفاظ الحسنة والتخاطب بها حتى يكون لها أثرها العظيم، حتى يكون لها أثرها العظيم. فخاطبه بهذه العبارات وتدرج معه في الخطاب، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي، لم يقل أنا عالم وأنت جاهل، أنا قريت وأنت ما قريت. هذه تستعمل في ألفاظ من الأولاد مع والديهم، قال: يا أنتم ناس بكر، أو قال: يا عيطوا الشيخ أنتم ما قريتوش، إحنا قرينا. هذه الألفاظ وهذا أنواع من الخطاب. إبراهيم قال:
إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي. قال أهل العلم لم يصف أباه بالجهل وما وصف له نفسه بأنه عالم، ولكن قال جاءني شيء من العلم يهدينا الطريق. يعني تصور لو كنت أنا وإياك يا أبي في طريق لا نعرف المخرج فيه وعرفت الهداية، ما هو السبيل الذي سينجينا؟ ألا تتبعني؟ بلى. فكذلك قال له هنا ونبهه بهذا الخطاب وهذه العبارات العظيمة. أختصر ما تبقى لأن الوقت أظن قد انتهى نصيبي من المحاضرة. فالحاصل أنه اختار: يا أبتي لما تعبد الشيطان، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. ما قال أجزم وأقطع. قال العلماء لأنه لاحظ أمرين: الأول الأدب من الله، فالله جل وعلا هو الذي يعلم من يخلد في النار ومن لا يخلد. والأمر الثاني الطمع وفتح باب الرجاء لأبيه: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، فيرجو أن يرجع حتى ينجو من العذاب الذي توعد الله عز وجل به أهل الكفر. النماذج كثيرة في مخاطبة الأولاد لماذا؟ لآبائهم. ونذكر أيضا بعض النماذج الأخرى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونختم بها إن شاء الله تعالى حتى لا نطيل على الإخوان. وكما ذكرت أولا الأمر في الأخير يكون أثقل ما يكون على الناس، ويعني ذنبي أن كان أمري في الأخير، فأسأل تعالى يخفف عني وعنكم. من أنواع من صيغ المخاطبة التي جاءت في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مخاطبة الوالد لابنه أو ابنته، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر خبر عائشة رضي الله عنها. عائشة كانت من أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فاجتمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نرسل إليه. أرسلوا فاطمة، قالت فاستأذنت عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم في نومة عائشة قالت وهو مضطجع، قالت عائشة وهو مضطجع معي في مرطي، فأذن له فسلمت ثم قالت يا رسول الله. هذا خطاب البنت لمن؟ لأبيها، بلفظ التبجيل والإكرام، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، فخاطبته بهذا اللفظ العظيم يا رسول الله، مع أنه جاء مخاطبتها إياه يا أبته يا أبته. إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال صلى الله عليه وسلم، يعني هذه ابنة جاءت تنقل شكوى من النسوة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عائشة. ويعني قد يقال أنه من باب أنها يعني هي أيضا تشتكي وتقول يا رسول الله اعدل بينها وبينه. العدل في المحبة، ما العدل في العشرة وفي العطية فإنه صلى الله عليه وسلم كان كذلك، وأما المحبة فكانت أحب النساء إليه صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام ملاطفا له: أي بنية أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ هذا اختيار اللفظ في الخطاب. أي بني، يعني يا بني ألست تحبين ما أحب؟ تصور لما يجي الولد يعني يناقشك في شيء فتقول هذا هو مثل هذه العبارة: ألست تحب ما أحب؟ ألست تحب ما يرضيني؟ ألا؟ بلى. قالت بلى يا رسول الله، قالت بلى يا رسول الله. قال فأحب هذه، قال فأحب هذه. فالمقصود لفظ الخطاب يا بنية يا بنية يا بنية تصغيرا، هذا يدل على عظيم الرأفة واللطف، وهو اختيار اللفظ فيه تمليح كما قال بعض الشراح. وكذلك من ذلك اختصارا
مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض زوجاته. الحديث نفسه قال النسوة لما رجعت فاطمة رضي الله عنها إليهن وأخبرتهم قالوا ما أغني قلنا ما أغنيت عنا شيئا ارجعي إليه فقولي كذا، قالت والله لا أكلمه في أبدا. فقالوا لزينب بنت جحش وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي أنت، فذهبت. فلما جاءت زينب وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بالشكوى قالت عائشة كانت زينب تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنزلة، قالت وما رأيت مثلها أتقى في الدين وأصدق حديثا وأوصل رحما وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله، ما عدا ثورة من جدة كانت فيها، يعني في زينب. فقالت زينب للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قالت فاطمة، إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت عائشة ثم التفتت إلي فقالت فيه ووقعت عليها، وعائشة تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يأذن لها في أن ترد أو لا. وكما قال العلماء ما كان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي أن يكون له خائنة الأعين، لم يقل لها شيء ولم يشر لها بشيء بس أكد. فعلمت عائشة أنه ماذا؟ أنه لا يمنع في أن تتكلم. فتكلمت عائشة، تكلمت وقالت ما قالت، وكما جاء في الرواية فلم أنشبها حتى أنحيت عليها، وفي رواية أدخنتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم إنها ابنة أبي قحافة، على زوجة عائشة إنها ابنة أبي قحافة، إشارة إلى نباهتها وذكائها. هذا أيضا من حسن اختيار ألفاظ المخاطبة بين الرجل وزوجته. ومنها مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته عائشة فيرخم اسمها ويقول يا عائش، كما جاء في الحديث قال يا عائش هذا جبريل يسلم عليك، مقام مدح ومقام ثناء ومقام عطف. وفي مقام آخر خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى شهداء إلى البقيع وتبعته خاشية الليلة ليلتها، ففي وسط الليل خرج فتبعته. فلما دعا للشهداء ورجع رأى سوادا أمامه، قالت فمشى فمشيت، فهرول فهرولت، فشد فشدت فشدت، فدخل عليها صلى الله عليه وسلم وإذا هي نفس مجرد أو سعد. قال ما هذا يا عائش، ما هذا يا عائش؟ قال لا شيء يا رسول الله. قال تخبرني أو لا يخبرني السميع العليم. هذا أيضا لطف في المخاطبة منه صلى الله عليه وسلم لزوجته بهذا اللفظ يا عائش، التبخيل وهو حذف ماذا؟ آخر الحرف من الكلمة كما يقول أهل اللغة. والبخاري ذكر الحديث هذا، والحديث الأول هذا جبريل يسلم عليه، وقال باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا، هذا جائز، فنقص من اسمه حرفا هذا جائز. والبخاري بهذا التبويب يدل على أن لفظ الحديث نقل سماعا بهذه الصيغة يا عائش، لأنه جاء في ألفاظ يا عائشة، جاء في طرق يا عائشة. قد يقول قائل تصرف الراوي في لفظ الحديث، فبوم البخاري باب من دعا صاحبه باسمه فحذف منه حرفا، وهذا الترغيب فيه تخفيف ولطف وتطمين وملاطفة في الخطاب مما له أثر في قلب السامع والمتلقي. وكذلك قال في الحديث الآخر لما سألت رضي الله عنها في مسألة في تفسير آية قوله جل وعلا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت يا رسول الله
أهو الذي يشرب الخمر ويكذب ويسرق ويفعل ويفعل؟ قال لا يا ابنة الصديق، قال لا يا ابنة الصديق. فهو الرجل يصلي ويتصدق ويصوم ويزكي ويخاف يجب من الله سبحانه وتعالى، يعني يخاف تقصيره. فهنا المرأة قال لا يا ابنة الصديق، فيختار الإنسان في مخاطبة أهله وأولاده الألفاظ الجميلة التي يكون وقرها له الأثر العظيم على السامع. كذلك أيضا مخاطبة الزوجة لزوجها، لابد من اختيار الألفاظ التي تخاطبه بها حتى لا يقع السوء والنزاع والفصم والقطع بينهم. ومن أمثلة ذلك حديث عائشة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غاضبة. قالت عائشة: فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. فقالت رضي الله عنها: أجل والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك، لا أهجر إلا اسمك. فهذا أيضا في حال الرضا اختيار اللفظ الحسن الطيب، لا ورب إبراهيم، أو تقول ورب إبراهيم ورب محمد عليه الصلاة والسلام. وفي حال الغضب أيضا لطف في الخطاب، لا ورب إبراهيم، لا تجنج ولا كلام سيء أو قبيح. هذا أيضا مثال آخر من أمثلة المخاطبة بين الزوجة، من الزوجة إلى زوجها. هذا في الجملة يعني بعض النماذج من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيف يكون التخاطب بين أفراد الأسرة. وقل مثل ذلك بين الإخوة فيما بينهم، فإن لهذه الألفاظ أثر عظيم في حسن العلاقة واجتماع الأسرة وتكاتفها وتواصلها وتناسقها وبقاء الصلة فيما بينها. أما إذا رجعنا إلى حالنا فالتخاطب بألفاظ يعني سمجة ويعني تترفع عنها الأسماع، ذكر لفظ الحمار والسؤال ذكر لفظ الحمار وبغل، وأنت ما تفهم ولست ناضجا، هذه الألفاظ التي هي معروفة ويعني الإنسان يترفع عن ذكرها بين الأسماع، فينادي بهذا يا كذا ويا كذا، يا اللي ما تفهمش، يا المغلوق، يا الحابس، يا ألفاظ كثيرة يعني ما يحتاج أن نذكرها، خاصة السمج فيها والسوقية والشارعية منها. هذا ما أين الأثر الحسن الذي يكون، سواء إذا كنت في ملاطفته أو في غضب عنه، في نصيحته، في إنذاره، في وعظه، في تعليمه، في وصيته. والنماذج من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ينبغي اختيار هذه الألفاظ، الألفاظ الحسنة التي يكون أثرها عظيم. ها تقول يا فاهم، تقول يا حبيبي، يا عزيزي، ها كما يقول جماعة بليدة حنوني ونشط، يا فاهم، يا ذكي، مثلك لا تغيب عنها، لا تغيب عنها. هذا الألفاظ، ألفاظ وغيرها التي يقع أثرها موقعا حسنا في السمع وفي القلب، تربطه بك، يكون غاضب فينصرع يذوب، تصل ما تأمره به يمتثل، وإن لم يمتثل فالأثر يبقى في القلب، ليس آنا لكنه يكون ماذا؟ مآلا، يكون مآلا. هذا يعني خلاصة ما أردت أن أقوله، وأستسمحكم على الإطالة في ما قلته. وحاصله بارك الله فيكم حسن اختيار الاسم
والمخاطبة به والنداء به وبما يجمل ويحسن ذكره، ومن ذلك الترخيم ومن ذلك الكنية واستعمال ألفاظ المدح وألفاظ التودد والعطف والتلطف واجتناب الاستهتار والاحتقار والسخرية، مع الصبر على الولد والزوج والزوجة عند المخاطبة وعند المحادثة. هذا ما أردت أن أذكره وما سمحت به الفرصة أن أجمعه في هذه المحاضرة التي أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم غنمها وعلي غرمها، وأسأل تبارك وتعالى أن يوفقنا للتأدب بهذه الآداب. الحقيقة الواقع ليس سهلا، وكلنا نعيشه، حالة الغضب والتذمر والضيق والقلق وشدة الأمور، قد تنفلت الأمور من الإنسان، لكن لا بد من حمل النفس على الهدي النبوي. ولذلك تذكرت الآن لم أكتبها، الآن تذكرت فقط كلمة ذكرها الشيخ أبو بكر جابر الجزائري مقدام الجزائري رحمه الله تعالى في نصيحته لبعضهم، قال: أنصحك كل ليلة أن تقرأ شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هديه عليه الصلاة والسلام عظيم، فتجد مثل هذه في سيرته وفي هديه، يعني وإذا قرأت وختمت بها ليلتك يعني دقيقة أقل من دقيقة تتراجع عما وقعت فيه منه وقع منك في يومك، وتستأنف ليلتك وما يأتي بعد على ما هو خير. أسأل تبارك تعالى أن يوفقني وإياكم لخير ما يحب ويرضى. وفي الأخير هناك تنبيه من الشيخ طه يقول: تكون المسابقة بعد صلاة الجمعة، يعني غدا بنصف ساعة، ويكون حفل توزيع الجوائز بعد المسابقة مباشرة. هذا التنبيه من الشيخ طه يقول لكم: المسابقة تكون غدا بعد صلاة الجمعة بنصف ساعة، والجوائز حفل توزيع الجوائز بعد المسابقة مباشرة. فهنيئا له ولكم، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.